خلينا نعرف بقى يعني أنور الكموني في البداية، أنت ابتديت إمتى؟ بعد كده احترفت إزاي؟ بعد كده إيه اللي حصل في المرض؟ أثر إزاي عليك؟ معلش سريعاً حتى بس محتاجين نسمع. هي أغرب قصة ممكن تسمعيها حتى في الكتاب اللي نازل في معرض، اللي نزل مع الكارما، اللي هو نزل في معرض كتاب اسمه وراء ملعب الموت، هو خلص في أقل من يومين. ده كتاب أنت عامله؟ هم اللي عاملوه كارما. أوكي. إنتاج الكارما، اسمه وراء ملعب الموت، والاسم حلو شوية. طبعاً. وحاجة القصة إن القصة بدأت قرار 21 سنه على التنس، او نحترف يعني اتعلم لعبه التنس 21 سنه وعايز اكون بطل في اللعبه دي. ده اغرب قرار ممكن. كام؟ 21. 21 اغرب قرار ممكن يتاخد في العالم. الوقت اللي اي بطل في التنس عاده بتلاقيه ابتدى من سن 4 أو 5 سنين. هو وصل للتصنيف في 18 سنه، هو عنده 18 مش لسه بيتعلم يعني. فانا كنت متخيل ده اصعب مستحيل ممكن افكر اكسره. تخيل ده قرار جنوني، وده اكتر مستحيل. وده كان قرارك لوحدك ده صح؟ كان قراري، واحد صاحبي قال لي ينفع وكان معلومه غلط، وانا قررت بقى التحدي بقى للاخر. وانا من طبعي بدخل في حاجه ما بعرفش اسيبها غير لما اوصل لاخر حاجه. بدايتك اول مره تتعامل مع الرياضه دي؟ لا لا، كنت بلعب كوره كويس جدا في مدرستي، كنت من احسن الناس، بس في التنس لا. لا انا بكلمك على التنس. اول مره. اوكي. كان قرار يعني. وابتديت من السن النسبيا كبيره دي. مستحيل بس. وحصل ايه بقى معاك؟ طبعا بقى بتمرن بال7 أو 8 ساعات وعارف انت تكسر المستحيل، بس كنت متخيل ان ده اكتر مستحيل ممكن اكسره في حياتي. ما توقعش ده ممكن يبقى اسهل بكتير من اللي جاي. بكتير يعني مقارنه يعني. ف 21 سنه بتمرن 6 7 8 ساعات، بتضطر بقى تاجل جامعتك، وبعد كده بعض الناس بتهاجم وتحارب، ده بيحلم ده وهم كان اللي بيسمعه يعني. بس بتاجل جامعتك ليه؟ 21 تبقى اتخرجت؟ لا كنت لسه في السنة. يعني انت كمان قررت في توقيت غريب، فاضل لك سنه مثلا. بالظبط كده. واخيرا من كتر الهجوم في اللحظه دي، فعايزه تتمرني بشكل. الواحد اللي بيكسر المستحيل بيحب يسمع كل حاجه ايجابيه مش اي حاجه سلبيه. كانت كل ما بسمعها على طول، ده وهم، ده مستحيل، ده وهم، ده مستحيل. وده خلق جواك رغبه في التحدي. فكرت اسافر بقى، وكانت قرار برضه قرار تاني صعب، انت تاجل الجامعه وتقنع اهلك بحاجه زي كده، دي حاجه مش سهله كده. بكره الصبح انا مسافر، فمسافر يعني. وتروح هناك تتمرن مع ناس صغيرين في السن عشان بيقيسوا بالمستوى. فجيت الحل الوحيد كنت بقى بتمرن بال6 وال7 وال8 ساعات غير بلا توقف. اوكي. عشان انام من كتر الاجهاد، مفيش حل تاني. واول بطوله بقى شاركت فيها؟ بعد كده بقى لعبت بطولات يعني، قدرت اوصل في وقت كنت شهر عندي بيساوي سنه بقى. بعد كده رحت اسبانيا، وبعد كده قابلت بقى فرناندو لونا الراجل العبقري اللي هو كان ترتيبه 20 على العالم، وكان مرن نادال يوم من الايام، وده كان مستغرب جدا من تطور المستوى دوت. وعرفت وقتها ان اخد وايلد كارد في بطوله برشلونه الدوليه، ومستوى قرب بقى يوصل للعيبه اللي عندها تصنيف كمستوى مش كخبره، ودي حاجه مستحيله. وده اللي حصل، قطع ظهري في النص برده، اتمرنت على الكرسي شويه، وكده رجعت الله. تاني فاول ما خدت الوالد كارد واتصنفت عالميا وقتها كان عندي 23 سنه. بعد سنتين بس، وده كان اول، كنت خلاص كنت متاكد ان انا اقدر اعمل كتير، علشان عارف ان المرحله اللي بعديها مرحله خبره الماتشات. لكن مش المستوى، المستوى بيتطور بقى خلاص. لكن قدرت اعمل اللي بيتعمل في 10 سنين. حلو. وكنت متخيل ده اعظم مستحيل كسرته. بس انت الرياضه دي كنت عارف عنها حاجه قبل يعني التنس؟ لا لا لا. ما تستغربيش ان الموضوع غريب جدا. لا الناس بتستغرب يا استاذ، انت بتتكلم لا حقيقي طبيعي يعني فجاه كده. انا مش مثلا رياضه حباها عيني عليها من زمان بلعبها، بس بشكل كنا بنتفرج على ماتش تنس انا وواحد صاحبي هو بيلعب تنس، كان نهائي رولان جراس وقتها اعتقد جاوديو ده صاحبك. فقال لي انت الشخصيه دي، انت الشخص اللي بيحارب، انت ليه ما بتلعبش تنس؟ هو بيلعب تنس اصلا. أوكي. بيلعب هو اللي بيلعب وانت اللي فقلت له بس العمر كبير. قال لي لا ينفع، انت ممكن تبقى كده. هو اداني معلومه غلط يعني، وانا بقى كملت. المهم انه قد كان بالفعل ونفع معاك. نفع نتيجه التحدي اللي انت دخلت فيه ده. حلو. طب التحدي بقى الاكبر والاصعب، البطوله الثانيه بقى الدوليه ليا، كنت انا فرحان جدا ان دخلت بطوله دوليه. عارف سنتين تلعب بطوله دوليه ده حلم يعني، واحد سنتين يبتدي يلعب بطولات ويبقى عنده المستوى ده، ويمرنك مدرب من احسن مدربين في العالم زي فرناندو لونا اللي هو كان ترتيبه 20 على العالم وبيلعب. فده الكلام كله ما فيهوش فيه طبعا. الراجل كان بيقول ما حصلش في العالم كله ان حد السنتين يوصل لده في 10 سنين. طبعا. فكنت بالنسبه لي بقى عارف قمه الثقه والسعاده. طبعا. في تاني بطوله دوليه ليا كانت في مقدونيا. طول البطوله انا جسمي قوي طبعا، فيزيكلي بالاخص، بقدر العب ماتشات طويله جدا وما بتعبش في حاجه زي نادال مثلا كده. اوكي. طول البطوله من اول 5 دقايق بتعب. وده مش طبيعي فيا. من اول 7 8 دقايق بحس ان في حاجه مش مظبوطه. بس انا من طبيعي برضه بكمل. اوكي. يعني من طبعي بكمل وانا تعبان لغايه ما جه في الماتش الثاني، بشوف الكوره بقى 2 3 4 لغايه وقعت في الملعب.
بدا يحصل لي انعدام رؤيه فعلا، يعني بقيت احس اصلا ضعيف جدا، بتحرك بصعوبه طول الوقت جوه البطوله، حاسس برد في جسمي مش عايز يروح. ودي كانت اول مره تكتشف ان في حاجه مش مظبوطه حصلت. بس ما اعرفش ايه، فقلت يمكن برد حاجه زي كده. رجعت مصر، قلت ان كانت التور بقى كانت تكمل بقى في اوكرانيا وبوسنيا، كانت التور كامله كده. فرجعت مصر قلت يعني يمكن تغيير جو حاجه زي كده. الدكتور بتاعي قال لي طب ما نعمل تحليل دم، تحليل. رحنا المعمل، عملنا السي بي سي، المعمل طلب يعين العينه مره، يعيد العينه اثنين، يعيد ثلاثه، لقينا في الاخر قالوا ده الهيموجلوبين ثلاثه. ده ايه؟ الهيموجلوبين ثلاثه، اثنين يعني موت. الهيموجلوبين المفروض يبقى 13، اوكي، طبيعي بتاعه من 11 ل فجاه ثلاثه، ومفيش مناعه طبعا خالص، مفيش تفاح دمويه طبعا. طب انت الدواء على رجليه ازاي؟ ده انا قيسته كام ساعه والموضوع ينتهي اكتر المستشفى. الموضوع كان خلاص، كان مفيش، النخاع وقف. اوكي، بس محدش عارف الحاله بالظبط ايه. طبعا كذا مستشفى بترفض الحاله، غير القصر العيني الفرنساوي يقبل الحاله، اوضه عزل طبعا لغايه ما يعرفوا بعد باسبوعين بالظبط. نقل دم كل يوم، بعد كده بيعرفوا ان فشل في المفاعل العصبي، وده اخطر من السرطان، هو نفس العلاج بس هو اخطر. ان السرطان لما بيجي اكتر من مره بيغيروا المفاعل. لكن انا جبت الفاينل ستيج بقى، المرحله الاخيره مباشره يعني. وبعدين طبعا 3 شهور نقل دم، بيحاولوا نشاط النخاع، محاوله قبل ما يشوفوا متبرع، ما نفعش النخاع، يعني ما تعملوش ريأكتيفيشن تاني، فخلاص مفيش غير حل تاع النخاع، ولازم يشوف حد متوافق بقى، يا اخ يا اخت. ولو ما حدش متوافق يبقى الموضوع برضو انتهى، مساله وقت. فطلع اخويا هو المتوافق، كان اختي ما كانتش متوافقه، وبدانا نعمل زراعه النخاع العصبي. ودي من اخطر العمليات في العالم، السبب واحد ان النخاع ممكن يرفض الجسم غير ان الجسم يرفضه، يعني لو حصل زرع قلب او زرع كبد او زرع اي حاجه في الجسم، الجسم بس اللي يرفض، لكن النخاع ممكن يرفض الجسم، الاثنين يرفضوا بعض. فدي من اصعب العمليات في العالم تقريبا. طبعا اتعاملت مع دكتور حسام كامل، الراجل العبقري يعني، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، وطبعا هو عبقري من احسن الناس في العالم في الطب. فكان اول سؤال بساله فيه هو الناس كلها بتسال اعيش ولا اموت، انا بقولت له امتى بقى العب تنس تاني؟ طبعا هو في نظره ده سؤال طايش، يعني انت جاي تكلمني في حاجه احنا الاول نعيش وبعد كده يعني ربنا يكرم، انت داخل على عمليه اصلا. هو طبيعي ما حدش بيرجع بعد التنس في العالم كله، وانا من طبيعي على فكره من الشخصيات اللي بسال سؤال بس بكون مدور عليه. انا من الناس اللي برج ايه انا طور. والله كنت هقول التور، ماشي. والله كنت هقول ماشي كمل. كنت قريت على النت، كنت ساعات بتدور عشان تلاقي امل لنفسك، بتدور ما تلاقيش حد في العالم رجع بعد العمليه دي يعني لرياضه اصلا. وكنت بقرا بقى ايه موضوع لو حصل طرد عكسي يبقى الموضوع بقى اتعقد خالص، وكنت دايما بقول لنفسي لا مش هيحصل طرد عكسي. فالعمليه كانت 45 متواصل. يا انه بيحصل لازم يدوا كيماوي كيميكال ثيرابي، وبعد كده النخاع بيموت، وبعد كده يدوا النخاع الجديد. ووقت نقل النخاع الجديد دوت حصل القلب يوقف شويه، ان فصيل الدم اتغيرت من ال او فصيل الدم اخوه. هو ايه اللي جرالك؟ اوكي. هي قصه خطيره يعني. ده صعب جدا الموضوع ده. ده لسه اللي جاي اصعب. ولسه في حاجات جايه؟ ده كل ده احنا لسه في الورم اب. ماشي كمل. طبعا قالوا لي بعد العمليه ما خلصت 75 متواصل، طبعا شكلي اتغير خالص بقى، يعني انا فاكر اول مره ابص على نفسي في المرايه، انا كمان كنت بتفرج بطولات على التنس بتاعي اشوف بقى اصلح ايه لما ارجع العب، وايه اللي ناقص، وايه اللي بيخسرني، المفروض احسنه، فحافظ شكلي. فاول مره ابص على نفسي في المرايه ما عرفتش نفسي. يعني واحد تاني خالص فعلا، يعني طبعًا. انا شكيت في فيلم كده، لو انت كنت بتتفرج له لو تحس ان انت مين الشخص ده؟ هل حاطيني في واحد تاني مثلا؟ هل بدلوني في يعني روحي راحت لحد تاني ما اعرفوش؟ ان فجاه مفيش شعر، كل ده غامق طبعا نتيجه العلاج الكيماوي. طبعا جسمه ضعيف هيزيل جدا، انك يعني تتحرك من حته لحته بقى صعب. وطبعا الواحد بيكون رياضي بتبقى الضربه اصعب شويه. طبعا. فبعد كده بصراحه بعد العمليه ما خلصت قوي بقعد في البيت 6 شهور، ما تحاولش ان انت تعمل حاجه خالص عشان ما يحصلش طرد عكسي مزمن، ممنوع تقابل حد عشان مفيش مناعه. وطبعا طول الشهور دي كلها ممنوع الزيارات، ممنوع حاجه خالص، ان مفيش جهاز مناعي. فبالتالي لو جالي برد بالنسبه لي كانه صعبه قوي 6 شهور كمان دي. لا كمان لو جه برد بيبقى زي مراحل الموت، يعني مفيش اميونيتي خالص زيرو. انا صراحه خدت شنطه التنس ونزلت بقى العب. ايه لا مش سامعه ايه؟ يعني بعد ما خرجت من المستشفى وضبت شنطه التنس ونزلت احاول العب. والله وبعد ما عرفت المعلم ولا هو هو اصلا ممنوعني نعمل حاجه، بس انا خدت القرار ده. خدت القرار ده واهلك كانوا عارفين؟ لا طبعا كانت مشاكل كبيره طبعا ازاي، بس ده كان قرار انا من طبعي كده يعني عايز اخلي الامل موجود، عايز اخلي الامل نفسه. الشوط النفسي عندك يعني كان مهم جدا. اصل انا ما نجحتش في التنس، حلم كان في طريقه بس ما كملش. لسه عايز ما حققتش حاجه.